بعد مرور سبعين عام على وضع دستور منظمه الصحه العالميه الذي لا يزال يشدد على اهميه تمتع كل انسان باعلى مستوى من الصحه حقوق الاساسيه دون تمييز بسبب العرق او الدين او المعتقد السياسي او الوضع الاجتماعي او الاقتصادي مثل نقول human rights is a fundamental rights". نعلم أن الفئات المهمشة تواجه الوصمة والتمييز بشكل أكبر وذلك يؤثر على صحتهم الجسدية والنفسية فلا أحد يجب أن يمرض أو يتوفى بسبب الفقر أو عدم الوصول إلى الخدمات الصحية مع حصول جائحة كورونا يعاد التسلل بدور الدولة التي توضع من قبل الدول القطاع الصحي والابحاث العلميه لتفادي هكذا جائحه وكذلك يعاد التساؤل بالميزانيات التي توضع لمواجهه وتفادي هكذا جائحات. الحق بالوصول الى خدمات الصحيه دون تمييز ومن الحقوق الإنسانية الاساسيه لكن ذلك يواجه عقبات عديده اهمها أحد المعايير الوقائية لوباء الكورونا التي نعرف أنها مركبة complex measures نتكلم عن غسل اليدين وضع الكمامة التباعد الاجتماعي التهوئة التي هي صعبة لشخص عادي فكيف لأشخاص مهمشين. اثنين الوصمة الستيغما التي إلى اليوم نجد أنها عالية وكثير من الأشخاص يوصلون مشكلة الجائحة بسبب سياسي إلى آخره والذي يصعب الاستجابة والتغلب على الكورونا وذلك بالتأكيد عند الفئات المهمشة ويتطلب رفع وعي مستدام ومواصل ثلاثة عدد كبير من الفئات الأكثر عرضة ليس لديهم أوراق ثبوتية مما يصعب عليهم الوصول إلى الخدمات الصحية وكذلك إن استشفاء ضمن الحالات الاقتصادية الصعبة الحروب ونزاعات المنطقه ووصولنا لزمن فيه اكبر عدد من النازحين واللاجئين في التاريخ يصعب توفير الخدمات الاساسيه للجميع. والنقطه الخامسه البي سي ار الذي هو عالي وللفئات المهمشه الاستشفاء التي تتطلب 14 يوم هي نسبيا طويله. بوقت ان لبنان يمر بكثير من الازمات التي نتكلم عن الازمات الماليه المصرفيه الصحيه الانفجار الى اخره فلبنان الذي لديه اكبر عدد لاجئين بالمقارنه مع السكان هاي بير كابيتا في العالم قد اظهر قصه نجاح في التضامن مع اللجوء والنزوح عند لبنان فهناك عدم توفر اسره كافيه في المستشفيات والعنايات الفائقه الكافيه عدم توفر الادويه بسهوله وخصوصا الادويه المنى الان سي دي التي تـ 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 الان هي مهدده بالانقطاع ونرى الطبقه الوسطى التي تقريبا اختفت فلبنان لديه تقريبا 55% من اشخاص تحت حاليا وهو على ازدياد سريع تلجا الى مراكز الرعايه الاوليه مع تكلفه صغيره التي تقدم خدمات نوعيه بكلفه زهيده لقد واجهت وت... الان كل المراكز لدينا اشخاص جديده واعداد تتك... التي تاتي لمحاوله الوصول للخدمات الصحيه الاوليه. اذا نريد ان نتكلم عن اللاجئين السوريين الذين يقدرون ب في المخيمات العشوائيه لديها كثافه وهذا يزيد أعداد وانتشار الكورونا بشكل سريع نعرف أن للأسف التقارب وهذا يهدد اللاجئين الفلسطينيين لكن لا حل للعدالة الإنسانية دون الرعاية والاهتمام باللاجئين السوريين وأكيد هناك طلب للحماية ورفع الوعي وتقديم الخدمات الصحية للمخيمات والأشخاص الذين ليس هم في المخيمات. أما الكلام عن العمال المهاجرين الذي عددهم تقريبا نصف مليون نتكلم عن العمال في الخدمة المنزلية وكمان العمال الرجال بحيث عامل تقدم خدماته أكيد العمال المصريين هناك مشكلة كبيرة بعدم توفر الهويات وهذا الـ نون اي دي هذا نعلم هلا هل في خطاب عالمي الاكسس دينايد اكسس فور هيلث فور اندوكيومنتد بيبل هذه الاشخاص لا تستطيع الوصول بالاضافه الى عدم الوعي الكافي العاليه جدا والخوف من اللجوء للخدمات بسبب detention بسبب وضعهم القانوني بوقت نعرف ان لديها موارد كافيه ولا سبل تساعد في بلدان المنشأ عند عودتهم الطوعية لوظائف أو فرص عمل تسهل من وضعهم. بالنسبة للقاح نعلم أن الآن 120 بلد ليس لديهم اللقاح، فلبنان كان من البلدان التي استقبلت اللقاح من أصل المليونين. و500 500 الف اللي وصلوا في 600 الف مخصصين من فايزر قدمتهم بشكل مجاني للفئات الاكثر عرضه اللي عم يشتغل عليها هلا ان اتش سي ار ونحن عم نشتغل مع الاي او ام كرمال نوصلهم للعمال بالخدمه العمال بالخدمه المنزليه واللاجئين لكن اكيد هذا لا يكفي لكن هناك عقبات عديدة بالنسبة للموارد المالية إمكانيات التسجيل على المنصة للأشخاص اللي ما عندهم هاتف ذكي وتوافر إمكانيات التكنولوجيا للوصول إلى أو معرفة كيف التسجيل خصوصا إذا هن ليس لديهم هويات لا يستطيعون التسجيل أم بالكلام عن عامل مؤسسة عامل التي تأسست ب 79 الآن هي عمرها 42 سنة آه لدينا 27 مركز بكل لبنان وخصوصي بالمناطق كثير نائية آه ست عيادات نقالة آه عيادتين وحدتين تربويات وعيادة وحدة حماية لأطفال الشوارع آه وحاليا بعد الانفجار آه فتحنا ثلاث أشرفية بكرم الزيتون ببرج حمود وحاليا بالعرقوب لنحاول نوصل لاكثر الفئات المهمشه عامل كانت اول جمعيه عشوائيه بنيسان 2020 بعرسال مع فونداسيون ميريو انه نشوف شو وضع المخيمات لانه بنعرف انه في خطوره و... وقت يوصل الفيروس ينتشر بكثير طريقه سريعه واكيد هذا الشيء رجعنا نسقناه بعدين مع اليون اتش سي ار وكملنا الجهود لقدام للمحاوله الاستجابه لانه اكيد الوقايه دائما بتساعد للحمايه الاكبر. كثير صار في شغل على رفع الوعي، على توزيع منشورات، على من مناطق الوصمه، مؤسسه عامل كانت هي اللي دايره الكول سنتر مع وزاره الصحه السرفينس يونت، كانت مسز شعيط الصبح هون. نحن كنا عم نتلقى كل الاتصالات بالوزاره، ونحاول نساعد العالم كرمال يوصلوا للاستشفاء ولا وكمان نحن عندنا الرابيد ريسبونس تيم الفريق اذا حدا دق انه في حاله هون بينزلوا بيقولوا كيف البروتوكول مين لازم ينحجر مين لازم يعمل بي سي ار الى اخره بكل المراكز ما سكرنا ولا نهار من اول الجائحه كل المراكز الصحيه موجوده على الاراضي من نقدم خدمات صحيه مع تقديم الدواء بشكل شبه مجاني وهيدا اكيد يساعد على الوصول للامن الصحي مثل ما قال الأستاذ فادي علام الصبح وهذا الشيء كتير اساسي بوضع بوقت الوضع عم يتراجع نعرف كثير اوبئه بتزيد توبركلوسس السل بوقت تزايد الفقر الى اخره فكمان ضروري نحن نامن هذا الحق بالنسبه للعمال بالخدمه المنزليه مؤسسه تعامل مع وزاره العمل كاريتاس والاي او ام عم نحاول مع دكتور بزري وفي تعاون كتير وطيد انه نسهل وصول العمال بالخدمه المنزليه وعم نشتغل انه ممكن نعطي اللقاحات بمراكز عامل لهيدي الفئه لنط عن العقبات للاندوكيومنتد الاشخاص اللي ما عندهم هويات واللي عندهم خوف واللي عندهم لنخفف كمان من وطئه الوصمه. بنفس الوقت نعرف نحكى الصبح عن بالريد كروس عن الهوم فيزيتس كمان عامل بكل مراكزها كل الطاقم عم يروح على البيوت جبنا أكسجين كونسنتريترز وأكسجين بوتلز والطاقم كله عم ينزل وعم يحاول صرنا هلا واصلين لاكثر من 1500 مريض ببيوتا نحاول ندعم ولن لانه اكيد في مشكله للاستشفاء فما في حل غير استشفاء بالبيوت وللاسف فعنا اكثر من 60 شخص اوريدي انصابوا بالكوفيد لانه هن فرونت لاينرز أه بس اكيد نتشكر انه عامل هن حطوا من الفرونت لاينرز وبلشوا أه وصلوا الفاكسينيشن كرمال يحموا حالهم بس اكيد عم نتواصل لقدام في شغل على كل المستويات في شك التمييز سهل بس مواليد عدم التمييز اصعب بس هذا الشيء نحن كلنا مع بعض لازم نكون مع بعض لنتكاتف ونحمي هذه الفئات بالنسبه للتوصيات برامج لازم يكون في برامج وجهود رفع وعي متواصل عبر الفئات المهمشه حول سبل الوقايه لوباء الكورونا بالاضافه لكمان الوعي ببروتوكولات العزل والحجر اثنين مثابره الجهود للتصدي للوصمه للمصاب اكيد والاوضاع النفسيه عم نشوف انه كمان الوضع النفسي هو ايكولي امبورتنت للاصابه بالجائحه واكيد عم نحن عم نعمل شغل على هذا النطاق ايجاد بدائل الوصول للخدمات الصحيه الاوليه خفض سعر البي سي ار لرفع تحديد الحالات وبنعرف انه في مثلا مثل العمال بالخدمه المنزليه ما استقبلوا مستشفيات لانه ما معهم اي دي فكمان هيدي مشكله اساسيه اقتراح هذا شخصي انا برايي لازم ينحط غرامه على الكمامه آه غرامه ضئيله يمكن تكون 50 الف ليره بس هيدا بيحمي اكثر شيء لانه حتى على العمل فاكسينيشن هذا ما حيختفي الكورونا الحل الوحيد انه نحن نحمي حالنا وهلا دبليو اتش او عم تقول لازم نحط كمامتين مش كمامه فهيدا اكيد بيساعد كثير للوقايه تسهيل العوده التوعيه لبلدان المنشا واللجوء عبر تخفيض او ازاله الغرامات والرسوم نعرف انه الامن العام وقوى أمن الداخلي والوزارات ساعدوا كثير بتخفيض غرامات وصار في ترحيل لاكثر من اشخاص وكمان نحن كمؤسسة عامل عم نشتغل مع كل الجاليات بنغلاديش واثيوبيا وسريلانكا جميعا لتسهيل عودتهم وتقديم الخدمات تامين مراكز عزل تسهل وصول فئات المهمشه وايجاد حلول سياسيه للجوء وغيرها في من مشاكل المنطقه انسانيه فوق كل شيء احترام انسانيه الانسان دون تمييز يعزل عن انتمائه جنسيته ووضعه الاجتماعي هو الاساس الامم 1945 تكلمت عن حق تقرير المصير لحتى اليوم نشوف نحنا في انتدابات بشكل غير مباشر ونتكلم عن الحق بالتنمية ونحن لازم نسعى لتقليص الهوة بين البلدان النامية وبلدان العالم الثالث الكورونا وضعت كل الأشخاص equal <applause> footing ما في حدا في قادر يكون متميز عن الثاني بالنسبه لانه عند الصحه كلنا متساويين فنحن بنسعى وبشكر انه هذا مجددا تقليص ضوء على تسليط الضوء على هذا الموضوع الاساسي لانه الفئات المهمشه هن اكثر عرضه شكرا كثير